كابتن بلال الف مبروك، فوز غالي ومستحق للنادي الاهلي النهارده على بيراميدز. الحمد لله طبعا، يعني مباراه صعبه جدا. مباراه القمم بتبقى مباراه تفاصيل صغيره كتير. تفاصيل صغيره يعني تغيير في توقيت مظبوط، تعديل في مراكز بعض اللعيبه، كيفيه الضغط، ازاي تعمل يعني فريزنج في بعض الاوقات، ازاي تدافع وتقفل بشكل كويس، ازاي تضغط على الخصم في اوقات محدده في الملعب، ازاي طريقه اللعب بتاعت التغيره من طريقه الاستحواذ لطريقه اللعب على الكرات العكسيه، تمام، اللي هو اللونج بول، الكرات العكسيه، تمام. في تفاصيل كتيره في الملعب الاهلي عامل منها حاجات كتيره النهارده، عشان كده يعني في الماتشات الكبيره المهمه اللي بتحسمها التفاصيل الصغيره، تمام، بيبقى مهم جدا جدا انت كمدير فني تبقى لحد صفاره الحكم قاعد مراقب الماتش، شايف رايح فين، جاي منين، بتعمل ايه، بتغير ازاي، بتغير امتى، امتى بترجع اللعيبه، امتى بتقول للعيبه تضغط. الاهلي النهارده الشوط الثاني يعني ادار المباراه بشكل جيد، تمام. خد بالك انت جه فيك هدف، وكان ممكن الهدف ده يروح بيك في حته تانية مختلفه، يروح بيك لسيناريو مختلف، ولكن اللعيبه كمان وشخصيه اللعيبه في الملعب وقدرتها ان هي تقدر ترجع في في في, في توقيت صعب زي كده، حتى كمان يعني الجول الثاني اتاخر شويه بتاع حسين الشحات البنالتي، ولكن اللعيبه في لعيبه عندها شخصيه في الملعب قدرت ان هي تفرض سيطرتها مره ثانيه. بيراميدز النهارده واحده من المباريات الخايف فيها، القلقان فيها، تمام، قلقان من النادي الاهلي، قلقان من طريقه لعب النادي الاهلي، قلقان من قدراته وامكانيات لعيبه النادي الاهلي. النهارده بيراميدز الكره حتى بتاعتهم كره بطيئه، قلقان، خايف يلعب بالشكل الطبيعي اللي بيلعب بيه الهجمات السريعه، ويبتدي يلعب لقدام واربعه خمسه بيهاجموا، فيحصل زي ما حصل في كره حسين الشحات، الكره العكسيه اللي اتلعبت، اللي خد منها ركله الجزاء، الواحده اللي قبليها بتاعه طاهر محمد طاهر لعبها بالعرض برده واحده ثانيه لحسين الشحات. فالنهارده بيراميدز انت قدرت كنادي اهلي النهارده، وقدرت ككولر النهارده انك تخرجه او تبعده عن طريقه لعبه المعتاده اللي هي الباس والسرعات والاثنين الوينجين بيتحركوا ونص ملعب بيكمل مع المهاجمين، قدرت انت النهارده تغيره الحته دي، فبالتالي بان اداء بيراميدز النهارده باهت في ارض الملعب. سجل هدف من اعتقد من خطا في التمركز لعيبه النادي الاهلي، تمام، الهدف اللي سجله احمد سامي، سجل هدف الاول برده كان برده خطا من التمركز، مش كرات ملعوبه، مش تكتيك ملعوب، فاهم قصدي؟ يعني انت النهارده الاهلي النهارده 1 2 3 اللي انت بتعمله، الهدف اللي سجله حسين الشحات ويكمل خالد عبد الفتاح ويباص لحسين بالعرض، دي هدف انت متمرس عليه، النادي الاهلي متمرس عليه، لكن الاهداف اللي سجلها بيراميدز اهداف من اخطاء مظبوط فرديه للاعيبه النادي الاهلي. الاهلي اجاد النهارده في الماتش على قد قيمه الماتش، خد بالك المباراه برده مش سهل، بتلاعب خصم برده عنيد شويه، بتلاعب خصم برده الكواليتي بتاعته عاليه، لكن انت قدرت تحجم الكواليتي دي النهارده في الملعب، وده النجاح اللي عمله النهارده كولر واديته اللعيبه في الملعب. ممكن ما يكونش لعيبه النادي الاهلي النهارده في التوب فورم كلهم او خمسه سته سبعه في التوب فورم، ولكن هم الافضل من بيراميدز، ولكن انت برضو النهارده انت اضعت اكثر من بيراميدز، كان ليك فرص محققه اكثر من بيراميدز، تمام، بالزبط. فدي انت لازم تقيس بالمقياس ده، مش مقياس الاهلي كان عالمي وعبقري كل ماتش النهارده المستوى قليل، لا، انت على حسب قيمه الماتش نفسك. قلنا في ماتشات هتطلع فيها وفي ماتشات هتبقى الامور صعبه، يعني النهارده مباراه صعبه، مباراه مقفوله من الفرقتين، في بعض الاوقات قدرت ان انت تفتح الجيم المقفول وسجلت ثلاث اهداف من كرات انت كنادي اهلي استغلتها بشكل كويس وعملتها بشكل كويس، تمام، وتحركات كانت تحركات فيها بشكل كويس، واللي بهنيه النهارده على اداء الرائع طبعا حسين الشحات النهارده، يعني مفتاح لعب كان عبقري جدا، التحرر اللي عمله حسين الشحات متفق عليه من كولر ده النهارده، ده هو الواد ده جيب في حته ثانيه مختلف، اللي عمل النهارده حسين الشحات هو ده اللي خلى النهارده شكل الاهلي مختلف، هو ده النهارده اللي عمل البرجله في خط دفاع بيراميدز المعتاد، ان حسين بيلعب في الليفت وينج وان طاهر بيلعب في الرايت وينج وخلاص والامور مستقره على كده، فانت سهل تمسك اللعيبه بالشكل ده، لكن اللي عمله حسين الشحات النهارده في الملعب، تمام، اربك حسابات فرقه بيراميدز، عشان كده النهارده بقول لك النهارده في الحته الهجوميه للنادي الاهلي الاداء كان رائع جدا، كان ممكن تكسب اكتر من كده، كان ممكن تسجل اربع اهداف، وانا قلت لك ما بين الشوطين ممكن يبقى في اهداف ثانيه، تمام، المباراه ممكن تروح لاثنين وثلاثه، تمام، وده اللي عمله النادي الاهلي النهارده، مبروك للنادي الاهلي، تمام. مش بس هيضغط على بيراميدز النهارده، هو هيلاعبك مباراه ثانيه بعد اسبوع، تمام، المباراه اللي جايه
خد بالك هيبقى قلقان اكتر من كده، قلقان اكتر نتيجه ماتش النهارده تقلقه، او حاله تانية ممكن المدير الفني يقوم لاعب جيم مختلف خالص عكسية. تمام، يبقى عايز يلعب جيم هجومي بحت، فبالتالي يبقى عندك انت فرصه كمان انك انت تقدر تسجل اهداف. الاهلي لعب، نعم يا كابتن، عارف ايه اللي فضلنا عن عن بيراميدز وكنا افضل منه بحاجه واحده مهمه جدا يا بلال، وهو جمهور النادي الاهلي. اه طبعا، جمهور النادي الاهلي النهارده عظيم. طبعا طبعا كمان يا بلال، بيراميدز يعني كلامنا قبل الماتش في بيراميدز النهارده، بيراميدز النهارده ابتدى الماتش غلط. الخوف يا كابتن، انت فهمت انا دي؟ اه طبعا طبعا الفكر. طب هو عدل بعد كده، اه الفكر هو اللي هو اشتغل بيه، لولا الجون اللي احنا خطأنا عندنا خطأ منه جه مننا احنا، انت الهدفين اخطاء، كان هيفضل زي ما هو كان هيفضل زي ما هو.